السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الطورطه ببيضه وحده وكاس واحد ديال الدقيق. كنحصلوا على واحد الكيك اللي كيجي زوين وخفيف، وغادي نديروا له واحد الطبقه ديال لامو الشوكولا، وغادي نزينوه وغادي نصوبوه في المول ديال الدجاج. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج هنايا بيضه وحده، غادي نحتاج 4 كاس ديال زيت المائده، عندي نص كاس ديال الحليب ديال العنبه، ونص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، عندي 7 غرام ديال الكاكاو، و8 غرام ديال خميره الحلويات، واحد رشه ديال الفاني، وكاس ديال الدقيق. انا غادي نعبروا معكم في الاخير. اول حاجه غادي ناخذ البيضه نضيف عليها نص كاس ديال العنبه ديال السكر وواحد رشه ديال الفاني، عندها نضيف الزيت باش كيساعد على داك البيض باش كيطرب مزيان، 4 كاس، دابا غنضيف نص كاس العنبه ديال الحليب، دابا غنوضع 7 غرام ديال الكاكاو، وغادي نوضع الدقيق، كاس ديال العنبه ديال الدقيق عامر تقريبا واحد 4 معالق كبار، و8 غرام ديال خميره الحلويات. غادي نكمل من الكاس، بقاو تضيفوا الكاس غير شويه بشويه نتوما كتخلطوا. دابا غادي نوضع واحد المعلقه، من بعد ما كديروا الطحين كديروا معلقه متوسطه ديال الخل، صافي هذيك كتخليوها حتى للتالي باش كتساعد على الكيك باش كيتنفخ. صافي دابا خديت واحد المول ديال الدجاج دهنته ورشيته بشويه ديال الدقيق ودرت له فرش له البابي كويسون من تحت، صافي غنفرغ فيه هذا الكيك هذا. صافي دابا غادي ندخلها الطب على 180 درجه الفران، انا بالنسبه ليا كيكون مسخن من قبل، طيب من تحت ونحمروها ونرجع معكم باش نصوبوا الكريمه. صافي البنات، من بعد ما كطيب الكيكه ديالنا كنخليوها على جنب تبرد مزيان، ودابا غادي نصوبوا الكريمه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاج هنا علبه ديال لاموس ديال الشكلاط وكاس ديال العنبه ديال الحليب اللي يكون بارد مزيان، غادي نطربوهم بجوج ونرجع معكم. صافي البنات، هنا من بعد ما طربنا لاموس ديالنا الكيكه انا قلبتها على الجهه اللي كانت لتحت درتها الفوق باش تشرب لي هذا الحليب اللي غنسقيها به، راه باقا دافيه. دابا غادي نوضع فيها هذا لاموس هذه ونسرحها عليها كامله، صافي البنات دابا غادي نديرها في الثلاجه لمده ديال ساعه ونرجع نوريكم واحد الكلاصاج اللي غنديرو فوق من الكريمه. بالنسبه للكلاصاج اللي غادي نستعمل هنا، غادي نحتاج جوج ديال العلب ديال الفلون ديال الكراميل، ونحتاج 6 ديال القطع ديال الشوكولاته البيضاء. غادي ناخذ واحد الكاسرونه وغادي نوضع فيها داك العلب ديال الفلون، غادي نديرو على نار مهيله حتى كيذوبو مزيان مزيان، يعني راه كيذوب هو ما كي يحدو معاه ما يتحرق لكمش، نقصوا العافيه وبقاو تحركوا بالمعلقه حتى كيذوب داك الفلون، وكنرميو فيه دوك 6 القطع ديال الشوكولاته البيضاء. غير كيبدا يتطلق شويه يعني ماشي يذوب كله، نرميو فيه القطع ديال الشوكولاته البيضاء ونرجعو عاود على عافيه مهيله حتى كيذوب الشكلاط ونطفيو عليه. فوالا البنات كيما شفتو هو داب لنا الشكلاط والفلون حتى هو كيكون تطلق. دابا غنخليه حتى يدفى شي شويه عاد نديرو فوق من 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 الطورطه ديالنا، ما نديروش وهو سخون، غير كيدفى شويه كي بحال كيبغي يعقد ونخويو فوق منه. صافي بعد ما كدوز الساعه كما قلت لكم على باش الكريمه كتبرد مزيان، دابا غادي نضيف هذاك الفلون نتوما شفتوه ما بقاش جاري بزاف. صافي بالنسبه للتزيين درت الخطوط ديال الشوكولاته اللي بقى لي، عندي واحد شويه اسود وواحد شويه ابيض خلطتهم وعطاوني هذا اللون هذا، ودرت الزيكزاك اللي كنديروا ديال الملفي. دابا غنرد هاد الزيت تبرد واحد شويه ونشوفكم في طبق التقديم. صافي البنات كما شفتوا هذه ديال الكاطو ديالنا كيجي بهذا الشكل هذا، غادي نقطعوا لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي، يعني الطبقه ديال الكيك والطبقه ديال لاموس وداك الكلاصاج اللي درنا اللي كيكون ساهل صراحه وكيجي لذيذ. غادي نوريكم القوام ديالها، هانتوما راه كتجي فازقه مسقيه وزوينه بزاف، غير جربوها غادي تعجبكم اكيد، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.